عودة لكم مشاهدينا من بعد ما شفنا هذا التقرير، ونستمر إن شاء الله في فقراتنا، ونرحب أكيد بضيفنا اليوم معانا الدكتور أحمد الشطي مدير إدارة التطور الطبية. صباحك الله بالخير وحياك الله دكتور. يا أهلا وسهلا، سعيد أن نجدد اللقاء في موقع جديد عمره أسبوع تقريبا، فنتمنى لكم التوفيق ودائما مبدعين متجددين في كل شيء، حياكم الله. شرف فيك دكتور أحمد. خندش على قولتهم بصلب الموضوع على طول، شلون تطور العمل داخل إدارة الطوارئ الطبية؟ تطور بالأساس بأهميته. الأسبوع اللي فات زارنا معالي وزير الصحة في الدكتور أحمد العوضي في مقرنا في صبحان في إدارة العمليات، وتوقفنا عند بعض الملاحظات اللي قالها. قال إحنا إلى عهد قريب كنا نعتقد الرعاية الصحية الأولية تشمل الأولية اللي هي المستوصفات، الثانوية اللي هي المستشفيات العامة، والتخصصية اللي هي كل المراكز التخصصية. يقول الحين لا، أكثر وأكثر في خط أساسي قبلهم كلهم اللي هو خط الطوارئ الطبية، وهذا لا شك يعطيك إحساس بالمسؤولية. من الستينات كان هناك إحساس بأهمية الإسعاف، تطورت من شعبة إلى قسم إلى مراقبة إلى أن أصبحت إدارة، وتطورت من أن تكون فقط خدماتها برية إلى أنه أصبحت جوية كذلك، وإن شاء الله في المستقبل القريب مع التطور اللي صاير في طريق الحرير، في جزيرة فيلكة، في ميناء مبارك الكبير، إحنا بلد الجانب الشرقي كله شواطئ، فيحتاج حقيقة أيضا نستثمر أكثر في هذا الجانب. اهتماماتنا كانت فقط من منطقة لأخرى، الآن عندنا تبارك الرحمن مظلة تشمل كل محافظات الكويت، ما شاء الله. أكثر من 86 مركز إسعاف وعيادة إسعاف، عندنا حوالي 2700 موظف، 1700 منهم فنيين طوارئ، يمكن 250 متقدمين في المؤهل مالهم اللي هم احنا نسميه باراميديك، عندنا حوالي 200 سيارة إسعاف، وأيضا تتنوع ما بين للنقل إلى التعامل كأنها عناية مركزة متنقلة، نعم. إلى سيارات مجهزة اللي هي سيارات الإكمو اللي تنقل المرضى اللي التنفس عندهم والقلب صناعي من مكان لآخر، وهذه كانت يعني أبهرت. هذه لهم سيارات معينة؟ إيه، سيارة لما صار عندنا المؤتمر العالمي حق الإكمو الضيوف انبهروا باستعدادها وتطورها. احنا يوم من الأيام أول ما بدينا كنا في العدانة، الحين يسعدنا أن نقول مثلا كل مستشفيات الحكومة عندها تخصص الإكمو والتعامل مع الحالات الحرجة، وإحنا في عز كورونا مركز العدانة أخذ الجائزة الثالثة الذهبية على مستوى العالم، يعني كتف بكتف مع هارفارد ويعني المراكز العالمية الأخرى، وأصبحنا مركز تعليمي حتى للخليج في هذا الجانب. الشاهد في الموضوع هذا، خدماتنا اليوم تتكلم عن إنقاذ مريض، تخفيف ألم، تحدي أن نكون موجودين بالمكان المناسب في الساعة المناسبة بشخص مؤهل لاتخاذ ما يلزم. تطورنا في خدماتنا لنشمل حضور أساسي في كل خطط الطوارئ، وعندما نتكلم عن الطوارئ أكو شيء من صنع الإنسان وشيء يعني طبيعية. صنع الإنسان، الكويت هذا البلد المسالم الصغير مر في ذكرياتنا القريبة حوالي 6-7 حروب، ومرة كان هناك تهديد بالدمار الشامل البيولوجي، مرة كيميائي، مرة نووي، فكلنا جزء أصيل من خطة الاستعداد أن احنا موجودين. كذلك احنا الآن في الاهتمام بالطوارئ جزء أصيل بما يسمى الدريلز أو التمارين الميدانية اللي تشمل ربما قطاعات نفطية، تشمل مستشفيات، تشمل مستوصفات، تشمل مجمعات تجارية، لأن دائما احنا نقول قطرات العرق عند التدريب توفر قطرات الدم في المعركة، فإحنا هذا جانب نأخذ معه. ما ننسى التجسير مع المجتمع. اليوم من الأشياء اللي تشرح الصدر حقيقة أن هدية النجاح ما عادت درع أو تلفون أو كذا، لا، مهارة يكتسبها اللي ينضم في دوراتنا مهارات تدريب على الإسعافات الأولية، وكثير من الجمعيات التعاونية يأخذون المتفوقين يهدونهم هذا الشيء، وكثير منهم
في المنطقة اللي يسعون إلى أنه يصيرون مدن صحية نعم. أيضا يسعون إلى هذا الشيء. دكتور بس بالحديث عن الدورات اللي قاعد تقدمونها، يمكن المشاهدين أحيانا اللي قاعد يشوفونا وده مثلا ينضم إلى هذه الدورات، فما أدري شلون آلية التسجيل مثلا، طريقة التسجيل. هذه أسهل مما تتصور بمفهوم. إحنا أطلقنا حملة اسمها مسعف في كل بيت، الرقم موجود يا أما إدارة الطوارئ يا أما مركز التدريب عندنا، وعلى مستوى المناطق الآن أنا أفخر أني أقول فيك أكثر من مركز تدريب في كل محافظة. الاتصال في الإسعاف، أقرب إسعاف لك ممكن تخليك في دورة للتعامل مع هذا الشيء. إحنا أعلننا قبل الامتحانات عن الدورة وتأجلت شوي، وصلنا حوالي 900 وتتنوع ما بين أسرة بذاتها، ما بين بيئة عمل بذاتها، ما بين شريحة مجتمعية، وهذه من ضمن الأشياء. ما يفوتني أني أكد على جانب مهم، معالي وزير الصحة طلع قرار شرط على كل من يريد أن يلتحق في أي وظيفة صحية أو طبية أن يصير عنده دورة أساسية العفو في الإنعاش الرئوي والقلبي. كذلك في بعض التخصصات المعينة اللي هي الدورات المتقدمة، أسعدنا جدا أن يتم الاتصال فينا الآن على مستوى كليات مركز العلوم الطبية اللي موجود بالجابرية في جامعة الكويت، سواء الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الطبية المساعدة، كلية الصحة العامة، كلهم راح متجهين إلى أن يكون جزء من متطلبات التخرج أنك تأخذ مثل هذه الدورات. فبالتالي هذه يعني من ضمن الأشياء اللي لما نتكلم عن إدارة الطوارئ أهميتها، فنحن جزء أصيل في المجتمع. دكتور أحمد، الحين قاعد أشوف غرفة عمليات الطوارئ الطبية، وتبارك الرحمن، أسأل الله يبارك فيهم، عيالنا وبناتنا على قدم وساق قاعد يقومون في عملهم. لكن يمكن هذا الأمر يأخذنا إلى منحة ما هو جديد، ولكن لا والله جديد، الذكاء الاصطناعي. ايش كثر راح تستفيدون منه؟ شوف شلون؟ احنا اذا تسمح لي اني اقول اوريدي بديتوا تبارك الله من خلال الصحه الرقميه، من خلال التاكيد النقله من كل الدوره الورقيه الى لا ورقيه، اصبحت كلها اساسيه في عمليه التوثيق، ادخال البيانات، تحصيل البيانات، تحليلها، توفر وقت وجهد وتتطلب منه محو اميه الكمبيوتر. الآن يعني تقريبا حتى الأطفال عندهم قدرة أن يتعاملون مع الهواتف الذكية، فهذه هذا جزء. الجانب الآخر اللي هو التواصل الرقمي من خلال سيارة الإسعاف مع مراكز الحوادث في كل مستشفيات الكويت، بحيث أتكلم مستشفيات العامة، أي حادث يصير المسعف يقوم بدوره ويتصل في طبيب يشرح له الحالة وهو يفوضه لفتح وريد، إعطاء دواء، متابعة التوجيهات، ولا المسعف يعني من خلال دراسته عارف ان هذه هو يقوم بهذا الشيء. بس مثلا انه يفتح وريد يحتاج تفويض من الطبيب، يستخدم أدوية معينة يحتاج تفويض من الطبيب لان هذه البروتوكولات ماله. نعم. فهما احنا إيه، بس انا اقصد ان هذه دراسته يعني، إيه يعني هو ممارس إيه هذا الامر وليس اكيد إيه؟ اكيد. فهذه من ضمن الاشياء اللي احنا نفخر فيها. الان لما نيجي حق الذكاء الاصطناعي، استشراف المستقبل يقول انه هو لما انت توقف على ترد على واحد يعاني او محتاج مساعده، انت من خلال الذكاء الاصطناعي ممكن يعطيك بروتوكول اذا كان عنده، شو تسوي اذا كان ضربه شمس، شو تسوي اذا كان نزيف، شو تسوي اذا كان كسور، اذا كان في حادث شو الخطوات اللي تسويها، فبسرعه يرد عليك ويتصرف على هذا الجانب. احنا ما وصلنا لمرحله انه يصير مثلا جراحات روبوت وكذا، لكن وين الاحظها الحين؟ في السوشيال ميديا شبابنا لما تطرح موضوع تلقائي يعطيك 4-5 عناصر من السوشيال ميديا يأقلمها يهذبها عشان تحاكي الوضع عندنا. مثلا احنا عندنا مواسم في البر، كيفية التعامل مع الفحم، عندنا الحين موسم الصيف عندنا مشاكل الغرق وضربات الشمس، موسم الحج شنو الأشياء اللي تأخذها بعين الاعتبار، الحرائق يعني صدق أو لا تصدق احنا الحين تقريبا نص السنة تعاملنا ويا 240 حريق و 1600 حروق، إصابة من الحروق هذه. هذه حقيقة تقرع نواقيس الخطر بأنه يا جماعة ما يجب الاعتماد على من يرتدي الرداء الأبيض أن يشيل الشيلة. الصحة مسؤولية مشتركة،
ثقافة السلامة وايد مهم ان احنا نتشارك فيها، لما ننشر الاسعاف الاولي، لما نصير عندنا جرعات معرفية وقائية تتحول الى معتقد ثم تتحول الى سلوك صحي ايجابي، هذا لا شك من ضمن الاشياء اللي احنا نحتاج ان نكرسها ونجددها. بمفهوم اللي ياخذ الدورة عقب سنة سنتين لازم يجدد معلوماته بشكل لاخر. هذه المهارة احنا نسميها لونج لايف سكيل، يعني مهارة مدى الحياة، قد ما تستخدمها ولا مرة، لكن إذا استخدمتها مرة واحدة ينطبق عليك قول المولى عز وجل: فانقد حياة ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذه ليست خارج النطاق الإمكانية، وعندنا كثير من القصص. يعني إذا تسمح لي أقول لك مثلا، في مدرب عندنا اللي هو الأخ صادق، كان في واحدة من المجمعات اتصل فيه واحد قال له: يا أخي أنا دورت عيس ما لقيت، الليل لقيت رقمك. قال له: خير؟ جاني يقول له: أنا بس بغيت أقول لك 7 دقائق أنقذت حياة. جاني يقول له: شلون؟ جاني يقول: تذكر في المكان الفلاني يوميت وأصريت أني أتعلم في حالة القصة شو أسوي مع الطفل؟ قال له: إيه. قال: صارت قدامي في البيت واحد بنت من عيالنا صارت زرقة واختنقت ما عرفوا شو يسوون. يقول: أنا طبقت هذا فطلعت الفرن بدي أو اللي يعني كان خانقها. فهذه ضمن الأشياء اللي الواحد يعتز فيها. الآن التدريب يشمل قطاعات، يسعدني جدا أنه الآن مجندينا جزء من إعدادهم أن يأخذون دورات إسعافات أولية. نعم. إحنا نفخر أن التربية، المطافي، الجيش، الشرطة، الحرس الوطني عندنا برامج لتأهيلهم في مجال الإسعاف الأولي. جميل الدكتور، أكيد يعني مهم جدا اللي تقومون فيه بخصوص التدريب والدورات وأيضا مشاركة أكبر عدد ممكن من الناس، لكن أيضا مثل ما ذكرت أنت في بداية اللقاء، أنتم تعتبرون الخط الأول في المنظومة الصحية يمكن أو العلاج بشكل عام. إيش كثر مهم أن تكون جودة المسعفين تكون جودة عالية أو جودة العمل بشكل عام؟ معايير الجودة عندكم في الطوارئ الطبية شنو بالضبط؟ شوف الآن الاعتماد مهم جدا لأي مؤسسة، وتشوف فرحة القطاعات والمؤسسات الصحية سواء بالقطاع الخاص أو العام. يقول: أنا حصلت على علامة الجودة، أنا حصلت على الاعتراف. إحنا بدينا مع من قبل منو هذه العلامة؟ أو هذه من جهات دولية، قد تكون جميل يعني بريطانية، قد تكون كندية، قد تكون كذا. يصير في عندك أنت لازم تنتقل كمجتمع من ثقافة الكلام إلى ثقافة التوثيق، يصير عندك سياسات تشغيلية، تعرف اللي يتصل الآلية اللي يستخدمها من أول خطوة لغاية ما توصل سيارة الإسعاف وتروح. إيش كثر الريسبونس ريت، يعني مدة الاستجابة 7 دقائق 10 دقائق مثلا، إحنا عندنا هذا كمعدل. تصير طبعا حالات أحيانا بسبب الزحمة بسبب أمور مختلفة يصير فيها تأخير، لكن لما نحسبهم على بعض يطلع هذا. من الجانب الآخر اللي هو جودة التدريب، مؤهلين ولا مو مؤهلين. نفخر حقيقة أنه خلال الكم سنة اللي فاتت انتقل التدريب إلى علاقة أوثق مع كلية العلوم الصحية اللي هي تابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وهو المزود الأول الرافد الأول بالنسبة للخريجين. أنه صار عندهم برامج عملية، يأتونا 4 أسابيع أو حتى 6 أسابيع يتم تدريبهم على الجوانب العملية. اللي يتخرج يخضع الامتحان على أساس يجتاز الامتحان ونتأكد من أنه هذا يؤتمن أنه يتعامل ويا أي واحد من أفراد أسرتنا بالطريق بسيارة الإسعاف. الشغلة الثالثة اللي هي إتاحة الفرصة لاستقطاب أفراد آخرين وإتاحة الفرصة للتخصص أكثر في الماجستير، في الدكتوراه، في البورد. وهذه من ضمن الأشياء اللي حنا حقيقة نلاحظ أنه صار عند ربعنا شغف قاعد يروح على حسابه يحضر هالدورات في المنطقة، في بعض العواصم العربية، في أوروبا، في كذا، على أساس يزيد مؤهلاته. دكتور أحمد، في بعض الحالات أو عند يعني استلام البلاغ غرفة العمليات ورجال الأسعاف شلون يتعاملون؟ يعني شلون يقدرون تماسكون؟ يعني شلون لهم قلب يودون نفسهم ويشتغل؟ يعني فعلا يعني في بعض الاحيان احوشك توتر، يعني احنا يعني مثلا اهل المريض نفسهم يكونوا متوترين. رجل اسعاف تبارك الرحمن يدش متماسك، يدش صلب، يدش عارف شو اللي عليه شو اللي له، يعرف شلون يتصرف ويا الناس.
هذه بالتدريب أم بالخبرة قاعد تجيهم؟ أنت تذكرني بشغلة، بيكن باور يقول إحنا الألمان فريقنا نصنعه، إحنا ماشينز، عارف شلون؟ نعم. في ناس يقول لك البرازيليين يطلع الولد من بطن امه بينك بيده كره، فاكو شيء بالتدريب وشيء بالفطره. نعم. عارف شلون؟ بنفس المنطقه احنا اليوم حريصين على التدريب، ونعتقد انه جزء مكمل لاي مستوى علمي او مؤهل علمي اللي هو التقى، اللي هو اللي يسمونه السلوك المهني، السلوك الاخلاقي، السلوك الكذا. مهاره الاتصال والتواصل وايد مهمه، فاحنا نحرص عليهم. كان الله يرحمه الدكتور جورج ابونا يدرسنا بكليه الطب. نعم. فكان يقول a whisper in the ear like a pint of blood in the vein، يعني انت لما يكون واحد قاعد ينزف وتساسره وتقول له اطمئن ان شاء الله راح تصير زين، اثرها كانه انت معطيه كيس دم في الوريد. فهذه القضيه شلون انت تسيطر الوضع، تاخذ تهدي وتركز عشان تصنع فرق، هذا جزء اساسي من التدريب والاعداد. لكن لا شك ان واحد بالميدان 10 سنوات غير واحد توه سنه اولى. صحيح. لكن ما دام في التعليم الطبي المستمر، التطوير المهني المستمر، هذا راح يصنع فرق. امانه انا يعني ما اكون متحيز لربعي، لكن قبل فتره كان عندنا دوره اعداد الطبي للكوارث الشاعية والنووية. أمانة شارك منا في هذه الدورة العالمية اللي يجون خبراء من مختلف أنحاء العالم، كانوا منبهرين بمستوى فنيين الطوارئ اللي عندنا. نعم. من ناحية القدرة، من ناحية اتخاذ القرار، التفكير الصح، التعامل، تصرف، توزيع الأدوار، والشيء بالشيء يذكر. يعني كان من ضمن الأشياء اللي انذكرت في للأسف حصلت وفيات في موسم الحج هذا، كانوا يطالعون شلون الناس تتصرف، فأيضا يشهد لبعض أفرادنا أن تصرفوا بشكل صحيح في بعض الحالات، يعكس خبرة، يعكس ثقة، يعكس كل اللي بخاطرك اللي تكلمت عنده. نعم. والله كثرهم طبعا. اللهم آمين. يبارك فيهم إن شاء الله. نعم دكتور، يمكن احنا في مواضيع يعني كثيره راح نتطرق لها ان شاء الله، لكن استاذنك نبي نروح نشوف فقراتنا الميدانيه ونشوف نوف شنو عندكم. ننتقل الان الى زميل احد مراسلينا للتحدث عن البرامج التدريبيه المختلفه اللي قاعده تسويها جهات حكوميه لشباب الكويت، ومن بين هالبرامج راح يلقي البرنامج الضوء على برنامج الهيئة العامة للشباب بعنوان خدمات التنظيف والنقل الداخلي والتخلص من النفايات بالمستشفيات. ننتقل إلى زميل عبد الله. صباح الخير. صباح الخير أختي نوف، أصبح عليك وعلى السادة المشاهدين. من مستشفى مبارك الكبير يسعدنا أن نسلط الضوء على البرنامج التدريبي الذي قدمه فريق صناع العمل التابع للهيئة العامة للشباب. هذا البرنامج حمل عنوان خدمات التنظيف والنقل الداخلي وكيفية التخلص من النفايات في المستشفيات. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف السيد جاسم البغلي، عضو فريق صناع العمل التابع للهيئة العامة للشباب. سيد جاسم، بعد التحية حدثنا بإيجاز عن هذا البرنامج وإلى ماذا تسعون، كذلك الجهات المشاركة في إنجاح هذا البرنامج التدريبي. صبحكم الله بالخير حق الاستديو والشباب. بالبداية تم انتهاء من برنامج خدمات النقل الداخلي والخارجي في المستشفيات. هذا البرنامج قمنا بالتعاون والشراكة مع الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الصحة والتعليم التطبيقي. استثمرنا في الشباب في دورة مدتها 7 أسابيع وتم الانتهاء منها، والحمد لله اجتزناها برقم جميل جدا. هل هناك من ثمار أو إنجازات ملموسة بعد انتهاء هذا البرنامج التدريبي المختص والمميز؟ الحمد لله تم تسكين 70 فرصة وظيفية في العقود الحكومية في وزارة الصحة. خلال الدورة كان هناك 100 متدرب وتقلص الموضوع إلى 70 وتم تسكين 70 فرصة وظيفية الحمد لله. طيب كلمنا عن المشاريع المستقبلية لفريق صناع العمل الذي عودنا على مشاريع مميزة التابع للهيئة العامة للشباب.
مشروع صناع العمل، مشروع يهدف إلى توظيف وتدريب الشباب وتأهيلهم في سوق العمل. هدفه الأول خلق مسار جديد في الجهات الخاصة والحكومية. إن شاء الله مشاريعنا القادمة راح تكون عندنا إدارة المرافق الهندسية، وعندنا إدارة العقود الهندسية، وبإذن الله عندنا برنامج وحدة التأمين بالشراكة مع اتحاد التأمين، وكلهم إن شاء الله راح يرون النور خلال الأسابيع الجاية والأشهر الجاية إن شاء الله. أخ جاسم، آخر سؤال، يعني كلمنا عن مدى تقبل الشباب الكويتي على هذا النوع من الدورات، وكذلك مدى تعاون الجهات المختلفة في ذلك. ما شاء الله شفنا إقبال كبير من الشباب الكويتي في التقديم والتسجيل عبر برامجنا. عندنا برنامج راح ينطلق بعد أقل من شهر، هو إدارة العقود الهندسية. بطلنا السيستم تقريبا أول 3 أيام جبنا 500 متدرب، فلله الحمد إقبال كبير، والتعاون ما بين الجهات الحكومية تعاون جميل وسلس، ونطمح المزيد من التعاونات خلال الفترة القادمة إن شاء الله. كل الشكر للأخ جاسم البغلي، عضو فريق صناع العمل التابع لهيئة العامة للشباب، والذي أحاطنا بمعلومات عن هذا البرنامج التدريبي المميز، والذي يتماشى مع الجهود الحكومية لتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص، حيث كانت الحصيلة حاليا نحو 79 فرصة وظيفية للشباب الكويتي. هذا كل ما لدينا، وعودة إليكم في برنامج إشراقة كويتية. إذن شكرا زميلنا عبد الله عنزي مراسلنا من مستشفى مبارك، وطبعا الشكر موصول لضيفك الكريم وكذلك جميع الطاقم الطبي في مستشفى مبارك. نعود للزملاء. شكرا لك نوف، وأيضا عودة لمدير إدارة الطوارئ الطبية دكتور أحمد الشطي. دكتور أحمد، ودي أتكلم عن نقطة، أنت ذكرت كذا شغلة، قلت موسم الحج، الحر، البرد، وقت البر، كل شيء لشيء. شنو الإصابات اللي تصير في كل مجال، وشلون نقدر نتصرف في حال مثلا حادث لا سمح الله بأيام البر، في حال الغرق بالبحر، موسم الحج قلت لي عنه، يمكن حتى رمضان يعتبر موسم بالنسبة صحيح لكم. صحيح، العشر الأواخر كذا. نعم. احنا وقعنا من كل شخص انه يتصرف بنفسه ما لم يكن عنده خبرة عملية في الإسعاف الأولي، لكن حسن التصرف مو بدعة، كل واحد يعرف انه يتصل في 112 اللي هو صحيح. خط اللي هو حسب مجلس الوزراء لازم كل يعني خط الطوارئ نشترك فيه مع زملائنا ونحترمهم ونعزهم، وهم الشركاء حقيقة في توفير التأمين الصحي والصحة والسلامة، سواء المطافي سواء الداخلية، ويتم توجيههم حل هذا الشأن. هذا يمكن يأخذني إلى موضوع الآن وزارة الصحة تدفع فيه، اللي هو إن شاء الله أتوقع راح يسمونه التطبيق سالم، اللي من خلال سالم اللي هو جزء منه SOS Save Our Souls، يعني انقذوا أرواحنا، اللي من خلاله أنت ممكن تتصل وتصير مباشرة مع غرفة العمليات في إدارة الطوارئ الطبية اللي يتم توجيهه. يمكن احنا نشوف في المسلسلات كذا أن واحد ممكن يقول له سو تابع معاي. أول شيء أنا أوجه نصيحة أو يعني طلب حقيقة، كل واحد يتصل بواحد واحد اثنين لازم يتأكد من موقعه، لأن أحيانا تروح السيارة الإسعاف يضيع وقت في الوصول إلى الموقع. لازم يعرف يعني في الطريق كثيرين ما يعرفون أن الرقم اللي موجود على الشبة يساعدنا كثير في الوصول لهذا الجانب، يسهل كثير في الموضوع هذا. ولا تلومونا إذا أحيانا قسم العمليات طلب أكثر من مرة تأكد من هذه المعلومة، لأنه هو مشوار. إحنا 30% من طلعات الإسعاف ما تحتاجها، يا اما ما تحتاجها ما يعني لما تروح ما يعني الحاله ما تستدعي خروج اسعاف. اي لكن طبعا لما يصير في عندنا في الذروه في كذا، هذا ما نسمي هدر، لانه ما يوجد اغلى من حياه الانسان أكيد. عندنا احنا، لكن ممكن تجنبها بطريقه اخرى. هذه من ضمن الاشياء، يتصل 112 يتم فرز الموضوع للطوارئ. الطوارئ بسرعه تفعل الموقع دي، يروح أول إسعاف إلى 3 إذا كان مثلا حريق كبير. أعطيك مثال، حريق مبارك الكبير، مستشفى مبارك الكبير اللي حصل، خلال نص ساعة
كان هناك 40 سيارة إسعاف موجودة. ربعكم غير. لا والله حتى بالمنقف، حتى بالمنقف لما صار حريق صحيح. المنقف كان هناك عشرات، وما تي من فقط المنطقة يعني هناك فقط من حولي، لا من كل مناطق الكويت، لأن في جدول خفرات وفي إسناد وفي كذا، ولو استدعى في خطة طوارئ، يعني لو حصلت في العدان يسندها الفروانية، لو الفروانية يسندها الصباح، الفروانية مع الجهرة، حولي ويا مبارك الكبير، فهذه كلها تفعل ويدرب عليها الشباب. الشباب والشابات الحين بعد احنا فخورين حقيقه شيء وبالشيء يذكر بتكريم معالي محافظ العاصمه لخمسه من فنيي الطوارئ الطبيه، قال انا اشعر بجهدهم وتعبهم وكذا، فكرم عندنا اختين نفخر فيهم، ما اجد غضاضا اني اذكرهم، واحده منهم اللي هي ضحى الفضلي، خلال 2023 طلعت 750 حالة، مو بس بلاغ، لا صعدت بالسيارة الإسعاف، هذه تسجل لها. عندنا كرم كذلك الأخت آلاء إبراهيم، هذه سبحان الله خلال فترة قصيرة دخلت في عملية إنعاش مع حالات، واحدة منهم كان 85 سنة، ظلت معها لمن وعطتها ثلاث مرات دي سي شوك لغاية ما انتعشت. واحد كان عمره اعتقد 43 سنة، هم نفس القضية، ظلت معاه لغاية ما فأنت لما تاخذ انها هي في الميدان وانها هي مسعفة وتحمل المسؤولية وتطبق العمل، كل شيء طبعا بيد الله سبحانه وتعالى، بس هذا يخلينا انه فعلا تطمن اكثر. اي انت انقذت حياه، يا بختك، شلون يعني، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. انا اشيد في الخوات عشان اكد على دور العنصر النسائي عندنا، وايضا الاسبوع اللي فات تم تعيين اول اختين عواطف مندني ودلال المدن كرؤساء نوبات في قسم العمليات لاول مره منذ انشاء الاداره. فيمكن انتم فقرتكم الجايه تمكين المراه على الرياضه، بس هذه احنا اكيد احنا بالعكس بعد ايضا بعد نشيد اكيد بجهود اخواتنا اكيد، ودائما النساء قادرات، النساء الكويتيات اكيد دائما قادرات في اي مجال، وبالعكس اصلا نقول لهم كلهم الطوارئ الطبيه بشكل عام، يعني الله ياجركم ان شاء الله، وفي ميزان اعمالكم اللي قاعد تسوونه الموضوع ما هو بس موضوع وظيفه وهذا طبعا. عملك هو اجر، هو انقاذ روح، هو يعني اشياء والله لو نسولف مني ليه باكر يمكن ما راح نقدر نوفيكم حقكم. لكن ايضا الدكتور قبل شيء لما تكلمت عن الابلكيشن سالم وكذي، فاحنا اليوم انا ما ادري بعطي اقتراح، ما ادري اذا موجود ولا لا، لكن اذا موجود اعتبروه اقتراح على الهواء. ليش ما يكون مثلا في شغله تقنيه مثلا، خصوصا الحين في البطاقه، في البطائق المدنيه في عندنا الشيب، انه مثلا تسوي سكان على بطاقه مدنيه او رقم المدني يبين لك الميديكال هيستوري، التاريخ الطبي للشخص، لان احيانا اوكي ممكن في اسعاف، في طوارئ طبيه، لكن ممكن يسوون معاه اجراء معين هم مو عارفين مثلا التاريخ الطبي لهذا المريض، وحتى اللي معاه المرافق مو عارفه. فالتاريخ الطبي بشكل عام هل في تقنيه او في عندكم معلومات عنه؟ وشوف يمكن احنا عندنا التقاء بالفكره، هي قادمه والتدرج فيها قادم، بس حتى من ضمن البرنامج اللي انا ما حقيقه ودي اعطيه لاهل البيت اللي هم قطاع الصحه الرقميه عندنا، عندهم كثير مما يقال في هذا الجانب، لكن جزء اصيل منه ان انت مجرد ما تحط الرقم المدني يعطيك التاريخ الطبي، لان الان احنا قطعنا شوط حتى بسيارات الاسعاف. اي طبعا، لان انت قاعد تتكلم عن ميديكال فايل اللي هو الملف الطبي الالكتروني. نعم. هذه طبعا لها ضوابط مهنيه، اخلاقيه، خصوصيه مريض، الشغلات هذه دقتها، تحديثها، فالعصف الذهني والزخم اللي يحيط فيها شيء مبشر بانه احنا متجهين في الاتجاه الصحيح. وهم مو بس ناحيه فنيه مسؤول عنه مهندس الكمبيوتر او مختص الصحه الرقميه، لا، يدخل فيها الطبيب، يدخل فيها المريض، يدخل فيها كذا جهة طوارئ، على أساس أن ندرك إحنا في قرارة أنفسنا أن عندما توفر دقيقة في الوقت المناسب ممكن تنقذ حياة. صحيح. وهذا يعني لما واحد فاقد الوعي على ما أجرب كل عشان أكتشف أن عنده
هبوط بالسكر غير لما نعرف انه هو ديابيتك، يعني مريض سكر اتعامل معاه على هذا الجانب. واحد عنده تشنجات بدل لا افكر ادري مثلا انه عنده صرع فاسرع في الموضوع هذا، واحد عنده ارتفاع درجه الحراره، عنده فقر دم، في كذا، هذا يساعدني في اتخاذ الخطوه. اذا اقتراح اخوي باسل في محله. ما اكيد. كل الشكر لك دكتور احمد الشطي مدير اداره الطوارئ الطبيه، بارك الله فيكم، بارك الله في عملكم، واحنا نفخر فيكم، وليس فقط مثل ما قلت انت يمكن في جهات خارجيه من برا الكويت، لا احنا ككويتيين نفخر فيكم، نفخر بكل من هو موجود في اداره الطوارئ الطبيه، ونفخر بكل من يعمل لاجل هذا البلد ولاجل الناس. شكرا لك. انا اشكركم على الفرصه، واقول ان احنا مثل كل القطاعات والفرق الصحيه نتعبد في خدمه المريض. إذا كان لرجاء للمجتمع خاصة في الطريق، إتاحة إفساح الطريق لسيارة الإسعاف، استكمال المعلومة، إحنا اليوم مستوى التعليم عندنا تعدى يمكن 99.5%، فبالتالي الواحد يكون دقيق، أفهم أنه قد يصير توتر وكذا في حالة الطوارئ، لكن المعلومة كثر ما تكون محددة وواضحة تنقذ أرواح. نظل مقصرين في حق هذا الشعب الطيب والكويت المحبة والسلام والكويت تستاهل. لا والله بالعكس، الله يعطيكم العافية، وجهودكم واضحة أكيد، ونجدد لك الشكر دكتور. مشاهدينا من وزارة الصحة نروح معاكم إلى بلدية الكويت، حيث قامت بلدية الكويت بجولة ميدانية على المحلات في سوق المباركية للتأكد من التزام المحلات بالمساحة المرخصة لها والكشف عن تراخيصها، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من قبل البلدية للمخالفين. طبعا أكدت البلدية خلال جولتها مع قناة الأخبار بأن جهودها مستمرة لرصد المخالفين. نتابع.